السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح الإسماعيلي كان بيخوض مباراة ودية أمام نادي القناة استعدادا لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز يوم الجمعة القادمة إن شاء الله بإذن الله. في أول اختبار أو أول استعدادات كابتن حمزة الجمل المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي بالجهاز الفني المعاون له كابتن أحمد قناوي وكابتن محمد حمص وباقي الجهاز. وبعدين كنا عاوزين نتكلم لأن الإسماعيلي امبارح اتهزم بهدفين دون رد في مباراة ودية، ولكن لقينا منتخب الشباب بيشيل قبح في بطولة رسمية مؤهلة لكأس العالم على أرضنا 4-0، وكان الأمل الأخير إن ممكن المنتخب المصري للشباب ياخد أحسن توالد بالفوز على السنغال، ولكن طلعنا بنقطة وحيدة وتقريبا ما سجلناش أهداف في البطولة، لم نسجل هدف. هزيمة من نيجيريا 1-0، وهزيمة من السنغال 4-0، وتعادل مع موزمبيق 0-0. وغطت الليلة بقى بهزيمة الزمالك في إفريقيا وتعادل الأهلي في مصر هنا بأداء سيء جدا، فشوفنا مستوى الكرة المصرية ما يعلم به إلا ربنا. طب ندخل بقى في تفاصيل النادي الإسماعيلي ونشوف الحالة ماشية إزاي. أولا في مدربين ما بتكونش ماشية معاهم وديا، وتلاقي النتائج في المباريات الرسمية ممتازة. السنة دي كابتن جريدو أول ما مسك النادي الإسماعيلي كل المباريات الودية فازها، كسبها، كسب كل المباريات الودية. ويجي في المباريات الرسمية لينا الإسماعيلي حاجة تانية خالص. كنا بقى شايفين إن الإسماعيلي بقى عمال بيكسب طلائع الجيش ويكسب مش عارف إيه، كان مباريات قوية جدا ومتابعينها. لما جينا في المباراة الرسمية لقينا الإسماعيلي بيتغلب. نفس الحكاية احنا السنة دي مع كابتن أحمد حسام ميدو، الإسماعيلي كسب المريخ السوداني اللي تعادل مع الزمالك، وكسب شباب بلوزداد اللي كسب الزمالك هنا 1-0. الإسماعيلي كسبه 4-0 في مباراة ودية. زائد تاريخيا تقريبا سنة 98 المباراة الودية اللي خاضها كابتن محمود الجوهري مع المنتخب كانت تؤشر، او كابتن محمود الجوهري نفسه طلع بتصريح وقال لك ان احنا بنلعب على المركز ال 12 ال 14 لان كان الاداء والنتائج غير مرضية. فمش هنقدر نحكم على الكابتن حمزة الجمل، مش عاوزين نستعجل في مباراة ودية. انت بتحسبني على الشكل الرسمي والمباراة الرسمية. اولا هنبدا نحكم في عندك اسبوع انت ماسك قبل مباراه فيوتشر كابتن حمزه الجمل بمسافه كافيه، هنشوف بقى انت هتعمل ايه في المباراه ان شاء الله باذن الله. وعندك قدامك مباراتين ثلاثه هنبدا ناخد وندي مع بعض فيهم، وهنقول انت هتقدر تعمل حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى ولا الاسماعيلي هيروح في حته تانيه. نتمنى التوفيق، مش عاوزك تستعجل خالص، وتفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه، ده كل اللي احنا عايزينه، وعايز منك لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.